نتأمل أن نلتقي كثيرا في مثل هذه الورش لغرض زيادة الوعي والعمل سويا. في الحقيقة كعادتي مدير الشباب والرياضة هي سباقة لإقامة مثل هذه الندوات وهذه اللقاءات التي تخص حياة المواطن. هذا اليوم ارتئينا أن نقيم ندوة وورشة عمل بخصوص التغييرات المناخية وتأثيرها على حياة الناس وسلوك الشباب. في الحقيقة نحن كمدير الشباب والرياضة البصرة أوعزنا لمنتدياتنا بحملات تهجير لكي تخفف من درجات الحرارة في أماكن تواجد الشباب. كذلك أقمنا وأوعزنا بإقامة برنامج كامل الحقيقة سننفذه وبدأنا بتنفيذه خاص بتوعية الشباب وتحذيرهم من المخاطر التي يتعرضون لها من أشعة الشمس. وكذلك قمنا بعض الإجراءات بتغيير أوقات الدوام خاصة الأنشطة الرياضية. جعلنا جميع الأنشطة الرياضية هي تقام ليلا داخل المنتديات وداخل الملاعب الأخرى. محاضرة توعوية عن خطورة التغيرات المناخية في عموم العراق وفي عموم العالم وبوجه الخصوص على المخاطر التي لا سامح الله قد تتأثر بها محافظة البصرة. كحكومة محلية وعلى رأسها السيد محافظ البصرة يؤكد على برنامج التغيرات المناخية وأيضا الحضور المكثف لهكذا ورش وهكذا مؤتمرات. فمن هذا المنبر منبركم الشريف منبر إذاعة المربد نوصي أبناء محافظة البصرة بترشيد المستمر وخصوصا للمياه واستخدام معقول للمياه. من باب التعاون مع المدوائر الدولة وخاصة إحنا شركة العمل توزيع كهرباء الجنوب بحملات مستمرة من خلال الترشيد وحملات مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. هذا التعاون اللي أجريناه مع مديرية شباب ورياضة البصرة ووحدة شؤون المرأة. عملنا هاي الورشة الأولى هي كورشة طاولة حوار مع المسؤولين من محافظة البصرة لبيان أهم التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة البصرة. طبعا لم نكتفي بعرض المشاكل بل تطرقنا أيضا إلى الحلول وضرورة ترشيد الاستهلاك وضرورة زيادة المساحات الخضراء والتفكير في مصادر بديلة للمياه كاستخدام المياه العادمة التي تطلق للأسف إلى مجار الأنهار بدون معالجة، وكذلك التطرق إلى موضوع تقليل الاستهلاك في قطاع الزراعة الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه باستخدام الطرق القديمة البدائية والتحول إلى الري المحوري والري الرش وبالرش والري بالتنقيط، وهذه كلها ستصب بالنتيجة بتقليل استهلاك المياه التي تعتبر العامل الأساسي في ممكن أن نستخدم الكميات الفائضة من المياه لزيادة الغطاء الخضري وبالتالي تستطيع التكيف مع آثار التغير المناخي في محافظة البصرة. التغيرات المناخية تعتبر العراق من خامس الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، فعلينا أن نراجع أنفسنا ونحط القرارات ونجري التدريبات اللي هي فعلا تحد من هذه الظاهرة، إذ أن البصرة تعاني من كثير من الأمور، من عدها التصحر، قلة الأمطار، قلة الزراعة، فعلينا أن نواجه كل هذه التحديات ونعمل على تغييرها والحد منها. كان الحضور ممتاز و يعني طلعنا بنتيجة الخلاصة من الورشة، هو إن شاء الله نقوم بدورات وورش توعوية من خلال التربية المدارس حملات تشجير لقضاء على حملات على ظاهرة المناخ وكذلك المنتديات.